قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله طلبتنا الأفاضل، وأسعد أوقاتكم. نتواصل معكم في تقديم مادة الفسلجة الطبية. وصلنا وإياكم إلى اليونت 2 Blood and Body Fluids Lecture 1 Part 1 Body Fluids من قبل الدكتورة الاختصاص ميسم حمد حسين الكعبي. Body Fluids اللي هي معناها سوائل الجسم. Solids and Fluids Form the Body in Human Being. إذن جسم الإنسان يتكون من المواد الصلبة والسائلة، أو جزء صلب وجزء سائل. The fluid part, الجزء السائل, is more than two-thirds of the whole body. إذن إحنا قلنا عدة جزئين، الجزء الصلب والجزء السائل. السائل يكون ثلثين مساحة جسم الإنسان، مكونات الجسم ثلثين من مكون جسم الإنسان. الدورة سنجي الجزء السائل، إحنا قلنا ثلثين. Water forms most of the fluid part of the body. من الجزء السائل الأغلب الأكثر مكون للسائل، يعني مادة السائل جسم الإنسان، هو الماء. In human beings, the total body water varies from 45 to 75% of the body weight. إذن في جسم الإنسان المادة الماء الكلي للجسم تتراوح من 45% إلى 75% من وزن الجسم. إن A normal young adult male. في الرجل البالغ البودي contains 60% to 65% of the water. يحتوي من 60 إلى 65% من جسمه يحتوي على ماء، و 35 إلى 40% يحتوي على مواد صلبة. In a normal young adult female. هذا نأخذ من الرجل الآن المرأة أيضا البالغة الشابة. The water is 50 to 55%. يكون من جسمها 50 إلى 55% يكون الماء، وال solids are 45 to 50%، 45 إلى 50%. In female, water is less because of more amount of subcutaneous adipose tissue. عند المرأة يكون نسبة الماء أقل. ليش؟ ناسا 60 إلى 65% بين المرأة قلنا شقد 50 إلى 55%، يعني الفارق بيناتهم تقريب 10%. شنو السبب؟ لأنه المرأة يعني تحتوي على كمية أكثر من الأنسجة الدهنية تحت الجلد. In thin person, الشخص النحيف, water content is more than that in obese person. زين؟ فإذن in thin person, الشخص النحيف تكون يعني محتويات الماء عنده أكثر من الشخص البدين. In old age, كبار السن, water content is decreased due to increase in adipose tissue. بكبار السن تكون نسبة الماء عندهم قليلة بسبب زيادة بالنسيج الدهني. Total quantity of body water. المكون الكلي للماء في جسم الإنسان. In an average human being weighing about 70 kilograms is about 40 liter. يعني كمعدل وزن الشخص اللي يوزن وزنه 70 كيلوغرام لديه كمية الماء الموجودة عند الكلية هي 40 لتر. هسه نجي هنا البودي فلوز، أن هذه السيلز، وهذه انترستيشيال بارت، وهذه البلاد فيزل. فعندنا هسه هاي الانترا سيلر فلود اللي هو داخل الخلية، هذا انترا سيلر فلود. زين، و الإكسترا سيلر فلويد اللي هو يضمن الانترستيشيال والبلازما. نأوضح صورة أوضح راح تكون أن هذا داخل الخلية انترا سيلر فلويد قد تكون. إحنا قلنا الكلي 40 لتر، فقط بداخل الخلية 22 لتر. زين، 22 لتر. بخارج الخلية 18 لتر. الخارج الخلية شنو يضمن؟ يضمن الانترستيشيال فلويد اللي هو 12 لتر، ويتضمن البلازما 2.75 لتر، يعني 3 إلا ربع، والأذر فلويد 3.25 لتر. فثلاثة وربع وثلاثة إلا ربع 6، و12 صار 18 لتر. فالإكسترا سيلر فلويد 18 لتر،
والانتراسيلولر فلويد 22 لتر. Significance of body fluids and homeostasis، أهمية سوائل الجسم في عملية التوازن. Body cells survive in the fluid medium، تكون خلايا الجسم موجودة أو باقية أو يعني موجودة بالوسط المائي، نسميه internal environment، البيئة الداخلية. Internal environment contains substances such as glucose, amino acids, lipids, vitamins, ions, oxygen إلى آخره، which are essential for growth and functioning of the cell، ضرورية لعملية النمو ووظائف الخلية. Water not only forms the major constituents of internal environment، يقول الماء مو فقط يكون المكون الرئيسي للبيئة الداخلية، ولكن أيضا plays an important role in homeostasis، يلعب دور مهم وأساسي في عملية التوازن. The first one in the transport mechanism، في عملية النقل أو ميكانزمية النقل. Body water forms the transport medium، الماء في الجسم يكون لنا الوسط الناقل. By which nutrients and other essential substances enter the cells، اللي من خلالها هذا الوسط الناقل شنو من خلالها المواد الغذائية والعناصر الضرورية الأخرى تدخل الخلية. And unwanted substances come out of the cells، والمواد غير المرغوب بها تخرج خارج الخلية. Water forms an important medium، الماء مكون وسط مهم. Which various enzymes، اللي من خلالها مختلف أنواع الإنزيمات، hormones، vitamins، electrolytes and other substances are carried from one part to another part of the body، اللي من خلالها تنتقل هذه العناصر من جزء إلى جزء آخر من جسم الإنسان من خلال تواجدها أو من خلال وجود الماء كوسيط ناقل إلها. In metabolic reactions، اللي هي التفاعلات الأيضية، water inside the cells، الماء داخل الخلية، forms the medium for various metabolic reactions، يكون فد وسط لعمليات التفاعلات الأيضية، which are necessary for growth and functional activities of the cell، اللي هي شنو هاي التفاعلات الأيضية، هي ضرورية لعملية النمو والنمو والوظائف الحيوية داخل الخلية. point أو النقطة الثالثة، third point in texture of the tissues، إذن مهمة جدا في شكل وقوام النسيج وجود الماء. Water inside the cells is necessary for characteristic form and texture of the various tissues، إذن وجوده ضروري في الحفاظ على شكل وقوام مميز. And number four in temperature regulation، تنظيم درجة الحرارة. Water plays a vital role، دور حيوي يعتبر أو يلعب دور حيوي، in the maintenance of normal body temperature، في الحفاظ على درجة حرارة طبيعية. Compartments and distribution of the body fluids، total water in the body is about 40 liter، إذن 40 لتر موجود هو عبارة عن شنو؟ ماء. 40 لتر. It is distributed into two major components أو compartments، intracellular fluid اللي فوليوم قلنا 22 لتر، ويكون لنا 55% من total body water. الاكستراسيلر فلويد اللي هو its volume is 80 liter and 18 liter 18 liter and it forms 45% of the total body water، تكون حوالي 45% من مجموع الماء الكلي للجسم. Extracellular fluid is divided into 5 subunits، تنقسم السوائل خارج الخلايا إلى 5 وحدات. الوحدة الأولى interstitial fluid، السائل الخلالي and lymph، واللمف إيش قد يكون interstitial fluid؟ يكون 20%. البلازما يكون 7.5%. اللي fluid in bones 7.5%. اللي fluid in dense connective tissue like cartilage 7.5%. Transcellular fluid اللي يكون 2.5%، اللي هو 2.5%. شو يضمن؟ يضمن cerebrospinal fluid، السائل النخاعي، intraocular fluid، السائل داخل العين، digestive juices، العصارات الهاضمة، serous fluid، السائل المصلي اللي من مثال علي intrapleural fluid، سائل داخل غشاء الجنب، وpericardial fluid، السائل داخل التامور القلب، و
peritoneal fluid السائل البريتوني، وهاي بالنسبة للسيروس فلويد. النقطة الأخرى اللي هي من السوائل اللي أخذناها زين، اللي هي قلنا السيروس فلويد، digestive fluid، synovial fluid in the joints. أيضا السائل الزليل موجود بالمفاصل، والفلويد in urinary tract السائل موجود في الجهاز البولي. Volume of interstitial fluid is about 12 liter. Volume of plasma is about 2.75 liter. Volume of other subunits of extracellular fluid is about 3.25 liter. يعني 3.25 liter لثلاثة إلا ربع البلازما، وب 12 لتر الانترستيشال المجموع كله راح يكون لنا 18 لتر اللي تابع من كل الاكسترا سيلر فلويد. الووتر موفز بتوين ديفرنت كومبارتمنتس، بس هاي شلون عندنا اليورين سويت التعرق، البنكرياتيك فلويد، سائل بنكرياسي، جاستريك فلويد، بلورال فلويد، اسايس فلويد او اسيتيك فلويد، acetic fluid و pericardial fluid saliva. Composition of body fluids. Body fluids contain water and solids. إذن الماء يحتوي على عناصر، على عنصر الماء سوائل الجسم. التركيب مال سائل الجسم نحكي عليه، احنا يتكون من ماء ويتكون من مواد صلبة. Solids are organic and inorganic substances، عبارة عن مواد عضوية ولا عضوية. Organic substances organic substances are glucose, amino acids, fatty acids, hormones and enzymes. Inorganic substances المواد اللا عضوية هي present in body fluids are sodium, potassium, calcium, magnesium, chloride, bicarbonate, phosphate and sulfate. Extracellular fluid contains large quantity of sodium. منه extracellular fluid and chloride 104. شنو بعد عندنا ايضا؟ البيكربونات 25.8 الاكسترا والانترا، الجلوكوز، الجلوكوز نعم كل ما موجود لو خلينا الجلوكوز ما خلينا الظاهر هنا، الجلوكوز ايضا قلنا موجود زين. وال بعد شنو عندنا؟ الجلوكوز، فاتي أسيد، والأكسجين. الانتراسيلر فلويد contains large quantities of potassium. هاي الإكسترا الانتراسيلر فلويد بوتاسيوم أكثر من الإكسترا 140/4. وأيضا المغنيسيوم 35/2. الفوسفيت 40/3. سلفيت، وهنا السلفيت هاي 20/94%. وعندنا البروتينز اللي هي البروتين نانا 55/15. فاحنا صار قلناها بالانتراسيلر فلويد اكثر من الاكستراسيلر فلويد المواد اللي ذكرناها. وبالعكس ايضا الاكستراسيلر فلويد عندنا اكثر شيء، عندنا الصوديوم وعندنا الكلور 104 قلنا، شنو بعد عندنا؟ والبيكربونات، وهاي هي بالنسبه والبروتين الاقل من الانتراسيلر. فهذه المواد الموجوده، والبروتين موجود ايضا ولكن بنسب اقل. السلفيت أيضا عندنا بنسبة أقل من الانتراسيلر فلويد. Important differences between extracellular and intracellular fluid as we mentioned. بالانتراسيلر فلويد has more protein. هنا أنا أكو بروتين لكن وين موجود؟ فقط بالبلازما part. More potassium ion. هنا أنا less potassium ion. هاي هنا شوي اختلاف بسيط. هنا احنا شقد قلنا؟ هنا أنا 142/14 هنا يعني اكو اختلافات بسيطة بالأرقام من كتاب إلى آخر إن شاء الله زين. فاينا 145 هنا بأربعة بالنسبة للبوتاسيوم الإنترا أكثر من الإكسترا، والصوديوم بالإنترا أقل من الإكسترا زين. هنا 10 هنا 145، وهنا الفوسفيت أيون إنترا سيدر أكثر من موجود أكثر، والكلورايد أيون موجود بالإكسترا سيدر فلويد أكثر. إذن هنا يقول عندنا هسه measurements of interstitial fluid volume. Volume of interstitial fluid cannot be measured directly. ما نقدر نستطيع نقيسه بطريقة مباشرة. It is calculated from the value of extracellular fluid volume and plasma volume. شلون؟
هسه احنا عندنا هذا السيل انتراسيلر فلويد، هذا الانترستيشال سبيس، هذا بلاد فيزل هو البلازما زين، واحنا كل هذا مجموعه البلازما والانترستيشال سبيس نسميه احنا اكسترا سيلر فلويد، هذا البلاد والانترستيشال سبيس، هاي هنا الفلويد الموجود الانترستيشال فلويد، وهذا اللي هو مكون ثلث مكون ثلث بالنسبه لي الجزء السائل، والانترستيشال فلويد يكون ثلثين as we mentioned. زين هنا نقول انترستيشال فلويد فوليوم، هذا الانترستيشال فلويد شلون اطلع الحجم مالته، شلون اطلع اطرح من عنده، هو يعتبر اكسترا سيلر فلويد، اطرح من عنده الاكسترا سيلر فلويد الكل يكون ادي معلوم، واطرح من عنده الجزء البلازما اللي هو بالبلاد فيزل البلازما فوليوم، راح يطلع لي الانترستيشال فلويد فوليوم. القياس الانترستيلر فلويد ميجرمنت اوف انترستيلر فلويد فوليوم، فوليوم اوف انترستيلر فلويد كانت بي ميجر دايركتلي، اذا من نستطيع نقيسها مباشرة، كالكوليتد فروم ذا فاليو اوف توتال بودي ووتر اند اكستراستيلر فلويد. الاكسترا انترستيلر فلويد منين جايبه؟ جاي من التوتال فلويد فوليوم، اطرح من عنده الاكستراستيلر فلويد يطلع لي الانترستيلر فلويد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.